الو اي اف ام سبيسيال سانتي مع هجر الحناشي. اي اف ام احلى راديو، عسلامة ومرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا. هذا يا اي اف ام الو اي اف ام سبيسيال سانتي. طبعا 3:13 احنا مكملين مع بعضنا من توا حتى كش للارم نتاع العشيه. اليوم موضوعنا هو امراض الشتاء عند المسنين، وحاضره بحذانا دكتوره مها بن معلم حشيشه، متحصله على كفاءه في طب الشيخوخه. اذا كان عندكم اسئله في الموضوع هذا مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. الو اي اف ام مع هجر الحناشي على اي اف ام احلى راديو. عسلامة دكتوره، مرحبا بك بحذانا في اي اف ام. يعيشك هجر، مرحبا، نشكرك على الاستضافه. مرحبا بك، الله يخليك. دونك دكتوره، احنا اليوم باش نحكيوا على امراض الشتاء عند المسنين وكيفاش ينجموا ياثروا على المسن وسبيسيفيسيتي نتاع المسن في حد ذاته. دونك احنا هبطنا للشارع التونسي سالناهم حسب رانكو شنو بلوز او موان الامراض اللي تتحير واللي تقلق المسن في فصل الشتاء، كيفاش نجموا سورتو نستحفظوا على المسنين نتاعنا. نسمعوا شنو قال بانجيوبو. هو اكثر مرض يقلق المسنين في الشتاء هو راهو الروماتيزم، واللي يبدو ما عادش تحرك فيسا فيسا، تولي حتى سيركولاسيون تاع الصوم تاعو تولي ما عادش كيما قبل. اكثر حاجه تش مقلقهم هما نتصور هنا معنا المرض هذا تاع الروماتيزم. ودو بريفيرونس معنا بور ايفيتي معنا لوجيا تاع المفاصل وتاع البدن وكل، دو بريفيرونس يجم يعمل حتى ناتاسيون راهو باش هكاك الدم يدور. صح، وننصح الرجال الكبار والنساء الكبار يقعدوا في بريد كيما هكا معناها الدنيا بارده وكل شيء، يقعدوا في بلاصه مسكره فيها تمبيراتور معينه، خاطر كان يخرج لبرا الهواء حتى هو كيبدا يلف على روحه بالكدا وكل شيء. راهو فما احنا النسمه نتاعنا البرانيه باش تسرق وتدخلوا تحت الكبوت نتاعو، راهو باش تدخلوا اما راه باش تبدلوا الكليما تاع بدنه، معناها باش تنقصوا في التمبيراتور تاع بدنه كيك، راه باش تاثر عليه وتضره. فصل الشتاء الناس الكبار سون بلو فراجيل ويمرضوا برشا من الامراض اللي نجموا يمرضوا بها، اللي هي الجريب سيزونيير، ارتفاع ضغط الدم، كانوا عنده امراض قلبيه، تجفف الجلده، العديد من الامراض الاخرى. كنا نسمع في مختلف الاراء. دكتوره، كان فما حاجه غلطه تقلطون حاولوا بدعه نصلحوها من هنا حتى كش للارمه نتاع العشيه. نعاود نفكر لكم اللي موضوعنا اليوم هو امراض الشتاء عند المسنين، وحاضره بحدينا دكتوره مها بن معلم حشيشه، طبيبه متحصله على كفاءه في طب الشيخوخه. ديجا دكتوره، نبدي عندي بدء، علاش ديجا الانخفاض نتاع درجه الحراره والا البرد هذا ينجم ياثر على المسنين اكثر من العبيد الاخرين؟ بهياتك الصحة هجر على هالسؤال، وساعة الميكرو تروتوار من العشق مش نعلقوا عليه، ما تبارك الله عليهم برشا حاجات صحيحة وشوية هكا غالطين تنصلحوا، أما فريمون تبارك الله عليهم اللي تدخلوا. دونك البرد والمسنين، فصل الشتاء والمسنين، علاش نحكيوا هالموضوع هذايا؟ ديما نقولوا احنا كأطباء شيخوخة اللي المسنين راهم بلو فراجيل، راهم صحتهم هشة أكثر من غيرهم، أكثر من الكهول في التأقلم مع اللي يحيطوا به الكل، كسوسوا تغيير في درجة الحرارة، كسوسوا الأمراض اللي دايرة بهم. علاش؟ على خاطر الجسم متاعهم عنده صعوبة في التأقلم مع ما يحيط به. نعرف الكل اللي درجة حرارة الجسم متاعنا قداش يا هاجر؟ 37، يلزمنا نحافظوا عليها مهما كانت حرارة الطقس. دونك برد سخون يلزم درجة الحرارة متاعنا باش وظائف الجسم الحياتية تكون معناتها فونكسيونيل وإفيكاس وكل، يلزم درجة الحرارة متاعنا تكون 37. به في الصيف شنو يصير؟ بيان سور البدن نتاعنا باش يتعرق، باش يحاول يخرج لا شالور لو ماكسيموم باش يحافظ على 37. في فصل الشتاء العكس يصير، دونك الجسم نتاعنا والعروق الجويده اللي في الاطراف تصير لها سكون ابل احنا انقباض، اون فازو كونستركسيون، باش نحافظوا على الشالور داخل الجسم نتاعنا. عند المسنين التاقلم هذه خليني نقول لك نقص شويه، وساعات يكون ينعدم تماما. دونك العبد المسن كي تحطه في طقس بارد عنده اكثر مده زمنيه باش يتاقلم جسمه مع درجه الحراره هذيك كو انسان كهل. دونك نجمو نفهموا انه البرد باش ياثر عليه سريعا على الجسم نتاعو، باش يخلي درجات دقات نبضات القلب تكون بطيئه شويه، باش يخلي كما قلنا فما ريسك كبير نتاع امراض نتاع جلطات دماغيه وجلطات قلبيه. نعرفوا اللي كل انخفاض في 1 degree بارابور معناتها للفتره اللي تسبق ينجم تعرض الانسان المسن الى جلطه قلبيه في حدود الاسابيع، 2 أسابيع اللي بعد ذلك. معناتها كل ما نهبطوا 1 دوغري فما ان ريسك دو 2% دو بلوس دو اي دي ام والا جلطه قلبيه. دونك اللي حبيت نقول انه البرد راهو لازمنا نخافوا منه. احنا برشا نحكيوا على الكانيكول وعلى السخانه وعلى الصيف، اما عمرنا ما نحكيوا على البرد. وفما سكون ابل ليبوثيرمي عند الانسان الكبير، نجم تكون
مخترة وتنجم توصل حتى راهو معناتها هجر. نقول لك العبيد اللي في الشارع عايشين واللي موش متغطين بالكدين راهو ينجموا يوصلوا يعملوا حادث كونابيل احنا انا غي كارديو فاسكولير سويت اليبوتيرمي معناتها وظائف الجسم الحياتية اللي هي القلب والدماغ والسيركولاسيون سانغين تنجم تتأثر بالبرد وتنجم تقف. الشيء هذي عند المسن اكثر حده على خاطر جسمه ما ينجمش يجابه يزمو يخدم برشا باش يحافظ على 37 درجه ما يخلطش باللي يخدم ما يخلطش. هذاك علاش لازمنا نعاونوه وتنجيوها في الاخير ان شاء الله بالنصائح. نشوفوا زيد دكتور شنو ابرز الامراض اللي جينيرالمون تتحير هي بتبيعتها في الشتاء واللي تنجم تاثر اكثر على المسن من غيره من العبيد الاخرين. عاود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو امراض الشتاء عند المسنين وحاضره بحضنا الدكتوره ماهي بن معلم حشيشه طبيبه متحصله على كفاءه في طب الشيخوخه. اذا كان عندكم اسئله الموضوع هذا مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. هاجر الحناشي رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من واحد تكشل الأربعة متاع العشية. موضوعنا اليوم هو تأثير أمراض الشتاء على المسنين وحضرة بحضنا الدكتورة مهي بن معلم حشيشة طبيبة متحصلة على كفاءة في طب الشيخوخة. إذا كان عندكم أسئلة في الموضوع هذا مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. والدكتورة بليزوما نشوفوا أبرز الأمراض اللي تظهر ديجا في الشتاء واللي تنجم تأثر بشكل كبير على المسنين. به احنا كي نقولوا شتاء نقولوا انخفاض في درجه الحراره دونك نقولوا انتشار الامراض خصوصا الفيروسيه هجر على خاطر فما برشا فيروسات تحب برشا البرد وتعيش اكثر وتتكاثر في البرد وخاطر زاده في البرد وفي الشتاء. خليني نقول لك اللي احنا كما قال بكري المتدخل في الميكرو تروتوار نحبوا الاماكن المسكره والمغلقه ونسكروا على رواحنا دونك التهوئه اقل ونخليوا هناك نعملوا لهم خليني نقول لك معناتها لوندغوا فافورابل باش لي فيروس هذوكم تتكاثر وتتناقل خصوصا العدوى بين العباد كي نبدا انا وياك في غرفه مسكره مش كيما نبدا في غرفه مفتوحه. دونك اول حاجه هي الامراض الفيروسيه وعلى راسهم هو الجريب النزله الموسميه اللي هي باغ اكسيلونس سي اون مالادي سيزونيير معناتها تجينا مره في السنه في موسم الشتاء مع انخفاض درجات الحراره. المرض هذايا اللي هو برشا عباد تقول لك جريب شنو هو الجريب حكايه فارغه. لا الجريب راه مش حكايه فارغه توا هوني نحكيو هجر على الفري جريب مش نحكيو على الغيوم الخفيفه والا خليني نقول لك شويه انسداد في الخشم. نو لا فري غريب اللي نحكيوا عليها راهي فما ارتفاع في درجه الحراره فما معناتها بولي اورتخالجيه تاعك الصحه كورباتور صداع شديد زكام شديد دونك فما برشا علامات اللي تخلينا احنا كاطباء نشخصوا مرض الغريب. الغريب هذا ينجم يكون مخطر ومخطر جدا عند المسنين. علاش؟ خلاف التغيرات الفيزيولوجيه اللي بكري قلنا عليها تعرف هجر اللي المسنين معظمهم اللي فوق ال 75 سنه عندهم على قليله زوز ثلاثة أمراض مزمنة. الأمراض المزمنة هذيك تهدك البدن تهدك وظائف الجسم وتخليه عرضة أكثر عرضة أكثر للكمبليكاسيون متاع الأمراض المزمنة في حد ذاتها ومتاع الأمراض لمالدي إيجو اللي تجي في الفترات هذيك من بينهم الجريب. دونك الجريب كي يجي الإنسان المسن ينجم يعكر له كما قلت أنت مرض السكري يعمل له اون ديكومبونساسيون يفرعس هالو على خاطر جريب فما ارتفاع في درجة الحرارة دونك ينجم يعمل له جفاف متاع المياه عند الإنسان المسن. كيف ينجم يعمل له ديكومبونساسيون متاع لمالدي كاردوفاسكولير معناتها الأمراض القلب والشرايين متاعه كيف تنجم إذا كان هو إنسان مسن عنده تصلب في الشرايين عنده أتيروسكليروز وإلا مريض بأمراض انسداد الشرايين متاع القلب دونك ينجم كيف تصير ديكومبونساسيون ينجم يعمل جلطة قلبية الله لا يقدر الأوكازيون دو لا غريب نتاعو. دونك الغريب حاجة ماهيش سهلة عند المسنين يلزمنا نحضروا لها من بداية الموسم الشتوي هجر ويلزمنا نكونوا معناتها دارين برشا بالوقاية تو بعد نحكي بها على الوقايه خاطر الوقايه راهي خليني نقول لك اكثر شابتر مهم في الحكايه هذه. به ما فماش كان الجريب فما الامراض الفيروسيه الاخرى اللي تصيب القصبات الهوائيه وتصيب لي بومون الجهاز التنفسي خليني نقول لك الكل كيف فما الام الحنجره لي زونجين فيرال لي برونشيت فيرال هذوما اهم الامراض الفيروسيه اللي تجي في الشتاء. دونك فما سمعت في الميكرو تروتوار برشا حكيوا على الام المفاصل. احنا في تونس كي نقولوا البرد بالنسبه لنا البرد يساوي الروماتيزم. الروماتيزم راهو برشا انواع نتاع الروماتيزم هاجر برشا حاجات فما لي روماتيزم ايغو لي روماتيزم كرونيك فما امراض المفاصل المزمنه فما امراض المفاصل اللي ماهيش مزمنه. صحيح بعض منها في فتره الشتاء بحكم قله الحركه وبحكم انه الكبار السن خصوصا عندهم ديجا امراض اخرى اللي هي الاختروز معناتها الشيشه نتاع
لي زارتيكولاسيون فما هشاشه نتاع العظام نتاعهم يخليو الجهاز العظمي نتاعهم ولي زارتيكولاسيون المفاصل نتاعهم اكثر عرضه للالام وللوجع في فتره الشتاء. اما ماهوش الشتاء في حد ذاته هو اللي يخلي الامراض هذه تظهر, سي با فريمون سا. فما قله الحركه, فما بروده الطقس, فما لاكتوز اللي ديجا موجوده هي القروش اللي يقولوا له احنا تاكل بالعاميه بالتونسي, هذا يخلي الالام المفاصل يمكن المسن يحكي عليها اكثر والا الكبار السن يحكيوا عليها اكثر. دونك هذا اللي حبيت نصحح بكري في الميكرو تروتوار, خاطر الامراض هذه راهي صيف مع شتاء موجوده, اما يمكن في الشتاء يحكيوا عليها اكثر المسنين للاسباب اللي توا ذكرناها. بالنسبه للكورونا دكتور, الكورونا هو مرض فيروسي جديد كما تعرف هاجر, وحكينا عليه باش عند المسنين وكل شيء, ماهوش موسمي, ماهوش مرض فيروسي معناتها سبيسيفيك خليني نقول للشتاء. ودايور شفنا لي بيك اي لي فاغ في جويليا, شفنا في جوان, شفنا في اوت. دونك احنا امام فيروس اللي هو ماهوش سبيسيفيك للشتاء, اما في الفتره اللي احنا توا فيها في تونس وفي العالم خليني نقول لك على بدايه موجه جديده في تونس. كيف نحس واحنا كاطباء مباشرين اللي بدينا نشوفوا في شويه حالات نتاع كورونا, دونك نجموا نكونوا في بدايه موجه جديده. وهوني نذكروا زاد الكورونا عند المسنين راهي تنجم تكون صعيبه شويه, راهو العلامات نتاع الكورونا عند المسنين ماشي هي بيدها عند الكهول والا صغار السن. راهو انسان كبير في العمر هاجر ينجم يقوم الصباح ما ينجمش يمشي خطوتين, راهو ينجم يكون عنده غريب ولا كورونا ولا مرض فيروسي اخر ولا عنده ارتفاع في حراره الجسم نتاعو. انسان مسن ينجم يقوم الصباح احنا نقولوا يخلط شويه تحسوا كلامه متلعثم, ينجم يكون عنده كورونا, راهو حاجه مهمه برشا. بون تو برشا العباد واللي تعرفها الاسهال والتقيؤ على الاول ما كناش نقولوا اللي هما علامات نتاع كورونا, اما راهم تو علامات نتاع كورونا. اما هوني كان تسمح نفتح قوس على خاطر كيما تشوف هاجر تو العلامات اللي بكري قلتهم موجودين في نجم نلقاهم في الجريب, نجم نلقاهم في الكورونا, نجم نلقاها في الشيغيلوز اللي تو نحكيوا عليها المرض الجديد هذا اللي موجود في الفترة الأخيرة في تونس, نجم نلقاها في لي غاسترو أونتيريت فيرال في الإسهال الفيروسي كيف اللي هو ماهوش مخطر برشا, إنما عند المسنين ينجم يكون مخطر على خاطر كيما الصغيرات, وأنا هذه ديما نقولها راهو الكبار كيما الصغار. الريسك نتاع الغاسترو أونتيريت نتاع الإسهال والتقيؤ هو الجفاف من المياه, كيما الريسك عند الصغيرات هو الجفاف من المياه, كيف عند الإنسان الكبير وتنجيوها ديجا بالتدقيق هو الجفاف والشيح من الماء, على خاطر الإنسان المسن الحاسة نتاع العطش ديما نقولوها تنقص في فترة الشتاء, خصوصا حتى الأهل واللي دايرين بالمسنين ينسيوا شوية شرب الماء بحكم هما ما يعطشوش ما يحسوش بالعطش, مي هما ياخذوا المياه نتاعهم احتياجاتهم من الماء اللي يشربوه, من السوائل, من الماكلة. الإنسان المسن كان ما قالكش عطيني تنجم أنت ما تعطيهش, ألوغ يلزمنا نتفقدوه في الشتاء حاجة مهمة برشا. دونك هذا اللي حبيت نقول, معناتها العلامات نجم تكون علامات متشابهة أما موجودة في برشا أمراض, إنما العلاج والدواء راهو مختلف. وهوني القوس اللي حبيت نفتحه هو ليه للتداوي الذاتي, ليه للأوتوميديكاسيون. راهو نجم أنا إنسان مسن عندي في الدار نعطيه دواء نضره أكثر من اللي ينفيده, نجم نغطي على علامات نتاع المرض اللي تخلي الطبيب يشخص لي المرض كسوسوا كورونا, وإذا كان عنده باغ إكزومبل أمراض قلب وشرايين فما نوع نتاع أدوية نتاع تخثر الدم مثلا يلزمني نعطيه له, علاش كيمان غريب مانيش باش نعطيه له, علاش العلامات تشبه لبعضها. دونك هذا القوس اللي حبيت نفتحه ليه للتداوي الذاتي, خصوصا ريت كيما الصغار نخافوا عليهم نمشيو نتجراو للبيدياتر, الكبير لازم نفس الشيء يا هاجر, خاطر العلامات تشبه لبعضها, الخطوره راهي اكبر برشا من الكهل خاطر عاده باش يحس بروحه باش يقول لك عندي. المسن ينجم يكون يتوجع ما يقولكش, ينجم يكون عطشان ما يقولكش, ينجم يكون عنده أمراض فيروسية وهذه مهمة برشا اللي هي عادة تعطي ارتفاع في درجة الحرارة, إنما عند المسن ما نلقاوهاش. معناتها عنده غريب, عنده كورونا, إنسان كهل تلقاه 39 سخانة, الإنسان المسن تلقاه 37-37.5, ما فماش هذاك الارتفاع في درجة الحرارة, وبالتالي نجموا نغلطوا في المرض ونجموا ما نشخصوش المرض الصحيح وما نعطيوش الدواء اللازم. جوستومون ميلا دكتور كيفاش نجموا نتصرفوا معاهم المسنين؟ سيغتو فما مسنين أبار الأمراض المزمنة اللي عندهم, ساعات عندهم أمراض
خلينا ما عندهمش الحس الادراكي معناه ما نجمش يقول لك راني مريض ولا راني تعب ولا هو اصلا ماهوش في حاله وعي تخليه انه ينجم يقدر الحاله اللي هو موجود فيها ولا ينجم يوصف الوجيعه اللي هو عنده. هذه شابيتر اخر كومبليتمون يهجر يعطيك الصحه اللي انت ذكرته على خاطر احنا ديما نقولوا لا بوبولاسيون جيرياتريك المسنين هما سي اون بوبولاسيون هيتيروجين ديما نقولوا اللي هما ياسر مختلفين وياسر فيهم برشا تنوعات يعني نجموا نلقاو انسان مسن في كامل الصحه الجسديه نتاعو والصحه العقليه والادراكيه نتاعو كما نجم نلقى انسان مسن اللي هو فاقد القدره الادراكيه نتاعو وعنده مثلا امراض الخرف كما امراض الزهايمر والا غيرها لي ديمونس فاسكولير ايتترا. العبيد هذوما راهم سون دي بيرسون كومبليتمون ديبوندون دو تروي معناتها هما خليني نقول لك الصحه نتاعهم الجسديه والنفسيه يكون مسؤول عليها عاده فرد من العائله اللي هو الانسان المصاحب للانسان المسن هذاك. برشا نصائح نعطيوها احنا الانسان المرافق يهجر للعبيد اللي عندهم نقص في الادراك. امين حبيت نوصل ميساج اللي حتى العبيد اللي ما عندهمش نقص في القدره الادراكيه واللي هما لابس عليهم انسان مسن لابس عليه ينجم في فتره من الفترات نتاع الامراض هذه الفيروسيه نتاع الشتاء ينجم يكون غير قادر على انه يعبر على ما يحس به والا ما يظهرش عليه المرض. هذه اللي حبيت نقوله. دونك هذوكم حاجه اخرى اللي عندهم فقدان في القدره الادراكيه راه نورمالمون المرافق نتاعهم يكون لازم يكون منتبه الى اي تغير. ما نعرفش انا حتى ما حبش يشرب دويه مثلا سكر فمه الصباح ولا غفوزي ما رقدش منيح معناتها الحقيقه برشا حاجات نجم تخلينا نشكوا اللي فما مرض ونعيطوا للطبيب المباشر كسوسوا الطبيب عام ولا طبيب عائله ولا طبيب شيخوخه باش يفحص والفحص هذاك الكلينيكي هو اللي باش يقول لنا ان درا فما مرض والا ما فماش. امانه هوني اللي حبيت ناكد عليه انه حتى الانسان المسن اللي في كامل قدرات نتاعو الادراكيه راهو مهم برشا انه يباشر الطبيب نتاعو على خاطر العلامات والعوارض نتاع الامراض تكون مختلفه بطريقه كبيره برشا على الكهول. بور ايفيتي انه يصير لهم مشاكل المسنين نتاعنا في فصل الشتاء لازم ديجا ردوا بالنا عليه من قبل ما يدخل الشتاء وحتى كي يدخل الشتاء شنو نجموا نعملوا للمسنين نتاعنا باش نجموا نستحفظوا عليهم. يعطيك الصحه يا هجر هذا هو احسن سؤال انا نحبه واللي يمكن باش نفيد به خاطر الاخر كل باش نقولوا شوف طبيبك وباشر اما هذه النصائح هي اللي مهمه في حياه اليوميه نتاع المسنين ونتاع عائلات المسنين. دونك اول حاجه في فتره نتاع الشتاء تتحضر لها أي. تتحضر لها اش معناتها انا باش نقول راني عندي مسن في العائله ومش ندخل في فصل الشتاء اول حاجه نخمم فيها هي التلقيح بالطبيعه التلقيح ضد النزله الموسميه اللي هي راهي حاجه اوبليغاتوار بالنسبه للانسان المسن. توريد فما تلقيح اخرى هجر ونقولوا راهو اهو شكون مشمول بالتلقيح فلان وفلان وفلان وتونجيو فما نوع نتاع التلقيح بالنسبه للمسنين ما يشملش كافه المسنين انما التلقيح ضد النزله الموسميه راهو الي انديكي الي ريكوموندي لازمنا نعملوه للمسنين الكل اللي فوق 65 سنه عنده امراض مزمنه والا ما عندوش يلزمو يلقح ضد النزله الموسميه. وما نعرفش كان اللي حطوا توا رجعت بقوه سنه على خاطر الجريب غابت شويه عام ولا فصلين عامناه وجات شويه مخفيفه كانت متزامنه مع الفيروس الكورونا قلت عامناه ما فماش بالكل ما شفناش جريب بالكل وكانه حسينا انه المرضى والتوانسه فقدوا شويه المناعه هيك كما تعرف الفيروس نتاع الجريب هاجر وعلاش احنا نقولوا الفاكسان كل عام عنده قابليه انه يتغير كل عام هذاك علاش نستناو ديما بدايه الموسم باش نستخرجوا الفيروس اللي قاعد يسيركولي في خليني نقول لك في الفتره هذيك ونستخرجوا منه ونصنعوا منه الفاكسان اللي باش نلقحوا به المسنين. دونك التلقيح راهو موسمي راهو كل عام راهو في بدايه فصل الشتاء وراهو اوبليغاتوار بالنسبه للمسنين اللي فوق ال 65 سنه. راهو التلقيح كي نعملوه الوقايه تبدا ابتداء من اسبوعين معناتها مش لقحت اليوم غدوه سهي راهو الانسان المسن اللي بحذايا راهو محمي يلزمنا فتره 15 يوم باش يبداو المضادات الحيويه في الجسم نتاعو ويبدا عنده المناعه. الحاجه المهمه اللي نحب نقولها انه الفاكسان برشا يقول لك لا دكتوره انا عمري ما لقحت زعما لاباس نلقح راهو لاباس بالعكس اني جامي تخو تاغ يفو كومونسي والا يقول لك الدكتوره راني كل عام نلقح وسنه ما تعاملني وما لقحتش ما يصيرش سنه نرجع راهو وي يفو لو فيغ ما يلزمش تخاف من الفاكسان. الفاكسان بالعكس هو باش يحمي احنا لاحظنا سنه شويه فما شويه عزوف ما نعرفش علاش هجر وكانه عملناه اللعبه تخافت برشا من الكوفيد. دونك مشيت كميه كبيره وداير كانت تفكروا الكل حتى جرعات نتاع الفاكسان ما كيناهاش توا بالعكس قاعدين نلاحظوا انه فما عزوف الوغ كو الموسم نتاع الجريب بدا وخليني نقول لك معناتها اللي بدا بقوه معناتها فما اعراض اللي ياسر قويه وياسر معناتها احنا بيدنا كاطباء قاعدين نشوفوا اللي هي تريزونتونس خليني نقول. دونك
اول حاجه اول حاجه ونعاود ونكون ناكد هي الفاكسان. كان عندك انسان في العائله التو ما لقاه راهو فتره التلقيح وموسم التلقيح مازال متواصل، راهو تلقيح واحد يكفي جرعه بركه، فما اللي يقول لك جرعتين اذا كان ما فاكسنتش قبل، راهو نو سوني با فري. دوزه واحده، الدوزه هذيك يكتبها لك طبيبك والا تتصل بالصيدلي نتاعك القريب باش يعطيها لك، ما فماش دي كونتر انديكاسيون. بعد 15 يوم اسبوعين تبدا الوقايه. راهو انسان اللي ملقح مش معناتها راهو ما يمرضش، خاطر برشا يقول لك اني لقحت ومرضش. راهو الهدف من التلقيح انه اذا كان اصبت بالنزله الموسميه خصوصا بالنسبه للمسمين تكون الحده اقل والا ما تتعداش والانتشار ينقص تكون خفيفه. هذيك هو الحاجه المهمه. الحاجه الثانيه الامراض الفيروسيه هذيك سواء الجريب والا لي فيروس باغ غريبول يشبه الجريب واللي يعطيونا نزله كما قلنا والا جريان خشم والا اسهال والا الامراض الفيروسيه الكل تتعدى عاده ب خلينا نقول لك بالرذاذ نتاع الانسان المريض. دونك ليجيان لي ريكومونداسيون اللي قلناهم الكل في الكوفيد، راهو هو ديما نرجعوا احنا نقولوا علاش في فتره الكوفيد ديجا الجريب نقصت برشا على خاطر وسائل الوقايه اللي استعملناهم في الكوفيد خلاونا نتحماو من النزله الموسميه ومن الجريب. دونك بالطبيعه اذا كان عندنا انسان مسن في المنزل ماذا بينا ما نمسوهوش وما نمسوش توسكي يخصوا معناتها الادوات اللي تخصوا الكل من اكل من ادوات نتاع تنقل قبل ما نغسلوا يدينا. اذا كان عندنا انسان في العائله مريض ما يلزموش يقرب له، اذا كان مجبر انه يقرب له يلزمو يلبس الكمامه قبل ما يقرب له. دونك هذايا الكل مهم برشا باش ما نتعداوش ما نعديوش الانسان المسن بالجريب نتاعنا والا بالبرونشيت فيغال، راهو سي لا ميم شوز، والا باللونجين فيغال. نفس التدابير الوقائيه تشمل كافه الفيروسات. بخلاف الفاكسان نتاع الجريب دكتور قلت فما فاكسان اخر ينجموا يلقحوه مره في 5 سنين، فما فاكسان اخر اللي هو انتي بنوموكوكسيك. هذه بالنسبه للناس المسنين اللي عندهم امراض مزمنه في الجهاز التنفسي، عندهم البي بي سي هو الانسداد المزمن في القصبات الهوائيه. بيان سور فما بعض امراض اخرى اللي يشملها، اما خصوصا عند الكبار اللي عندهم امراض الجهاز التنفسي المزمن سورتو البي بي سي هو الا امراض القلب والشرايين، هذوما يشملهم التلقيح. معناتها انا ننصح الساده المستمعين يستمعوا فينا يشوفوا يستشيروا الطبيب نتاعهم المباشر هل هما معنيين او لا بالتلقيح. التلقيح هذا يصير مره في 5 سنين ماهوش كل عام، فهمت؟ وراهو يحميهم ضد لي زانفيكسيون اللي تجينا في الرئتين اللي ناتجه على الجرثومه هذه اللي هي البنوموكوك. يعطيك الصحه دكتور، الله يخليك على التوضيحات هذه الكل. احنا مازلنا مكملين مع بعضنا من توا حتى يكشل الاربع نتاع العشيه. نعاود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو تاثير امراض الشتاء على المسنين، وحاضره بحدانا دكتوره ماهي بن معلم حشيشه طبيبه متحصله على كفاءه في طب الشيخوخه. اذا كان عندكم اسئله في الموضوع هذا مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. هجر الحناشي تستنى في مكالماتكم 31 380 ألف. يفهم أحلى غاديو. نبدأ مع أول تليفون من نابل معنا سي نور الدين. مرحبا بك سي نور الدين. وبيك عايش كنت من المستمعين تاعكم. بارك الله فيك سيدي تفضل. الله من فضلك سؤال للدكتورة طبعا من قبيلة تتحدث على المسن والحرارة والسخانة والبرد وكذا. بدنا لو تتكرم علينا وتعطينا مثلا قداش الحرارة المحددة في الغرفة. يعني ما تو نعرفوا اللي 24 ديجري هي المستحسنة، لكن اسكو هذه تمشي بالشتاء ولا لا؟ وماذا بينا زادة تعطينا نظرة على الأكل، لأنه احنا من الناس الكبار نعرفوا اللي الأمور الجاري اللي حار شوية مش ياسر يكون نافع للبشر، لكن كلمة ما عند الطبيبة تكون أحسن من أي كلام آخر نسمعه. ومع الشكر لكم. بارك الله فيك سي نور الدين، تفضل دكتور. شكرا جزيلا. بربي تعرف الشتاء باش يدافيهم شوفاج وكانون واكسترا. يعطيك الصحة نشكر المستمع سؤاله، خاطر احنا معناتها ماذا بينا نحكيو عليه وكنا باش نحكيو عليها الحكاية هذه حاجة مهمة برشا. باش نحافظوا على جوستومون وبكري في البداية قلنا كيفاش المسن ما ينجمش يتعب برشا الجسم نتاعو باش يحافظ على درجة الحرارة في جسمه 37، يلزمنا احنا نعاونوه بتدفئة المكان اللي يحيط به باش ينجم هو يحافظ على 37 درجة.
في الجسم نتاعو. دونك يلزمنا بطبيعه ندفيو المكان، كيما في الصيف نقولوا الانسان المسن هو قال الحكايه هذه دونك نحليوها في مكيف وماذا بينا درجه الحراره في 24 25، كيما في الشتاء نفس الشيء، راهو درجه الحراره المحبذه هي ما بين 24 ما بين 23 و25 درجه. هذه الحاجه لامبورطون. اما يلزمنا نستعملوا وسائل التدفئه الصحيه هاجر بالطبيعه. برشا انا ساعات نحكي يقولوا لي دكتوره راه مش الناس الكل عندهم الامكانيات باش يعملوا شوفاج سنترال اكسيتيرا، راهو فما لي شوفاج صغيرونات الكتريك اللي يدفي حد الغرفه. فما برشا وسائل تدفئه ماهيش شوفاج سنترال، ماهيش مكلفه، واللي يلزم صيانتها قبل الفتره نتاع الشتاء، كيما نحضروا الفاكسان نحضروا وسائل التدفئه. الكانون راهو غير منصوح به، احنا كاطباء ما ننصحوش به على خاطر عملية الاحتراق نتاع الكانون تولد زنزان، تخرج غاز مسام اللي هو لا طعم له ولا رائحة، لا نشموه لا نفرو به. باغ كونتر نبداو نستنشقوا فيه اللي هو CO، وتصير الزنزانة اللي هي لانتوكسيكاسيون أو CO اللي هي تكون تنجم تكون مختل إذا كان ما فيقوش بها هجر. وديما كل شيء نسمعوا اللطف، معناتها فما عائلات خليني نقول. دونك الكانون راهو ما ننصحوش به بالكل. أنا نقول ما نجمش نقول خليوها هما شويه وحل النافذه وعمل اي غاسيون، نو نفضل ونخير ان يقول فما لي شوفاج صغيرونات الكتريك بريز نتاع كورون صغير حد وحد الغرفه يدفي الغرفه ما بين 24 و25 درجه. فما زاده كيف كيف الثياب، بالطبيعه الثياب مهمه برشا. الانسان المسن يلزمنا في الشتاء نلبسوه لباس شتوي، اللباس هذاك يلزم يكون له فضفاض برشا وراهو ضيق برشا باش عمليه الحركه تسهل. الانسان المسن راهو سي ان فاكتور سي ان سوجي ا ريسك دو شوت، معناتها انسان ينجم يمشي ويطيح. داير احنا عندنا تقييم بالنسبه لكبار السن هجر اللي هو الشوت، خاطر تعرف انت الانسان الكبير ان يطيح ينجم يعمل كسر نتاع الكول دو فيمور العظم نتاع الفخذ نتاعو، وراهي حاجه ما نحبوش نوصلوا لها خاطر حاجه خايبه برشا بالنسبه للمسن. دونك ماذا بينا انه الثياب نتاعو تكون ملائمه تسهل عليه الحركه، قطنيه ما تنجمش تكون ضيقه برشا الى درجه انه ما ينجمش يتحرك. كيف كيف لي شوسات القلاصت خليني نقول لك يلزمهمش يكونوا ضيقين برشا محصورين على خاطر لو غوتور فينو، معناتها كميه الدم اللي باش ترجع في الـ في الـ في الـ في لي فين تكون كونت البيزونتور هي تجي. دونك ماذا بينا تكون عملية سهلة. دونك الثياب يلزمها تكون معناتها اون غرو خليني نقول لك شتوية ملائمة مش ضيقة مش واسعة برشا. إذا كان الإنسان المسن باش يخرج من المنزل نتاعو ماذا بينا يتجنب فترات اللي فيها درجة الحرارة تكون منخفضة برشا 12 و11 درجة فما أقل. ماذا بينا يختار نهار إذا كان مجبر باش يخرج لزيارة الطبيب نتاعو مثلا، ورغم اللي الأطباء راهو في الشتاء وحتى في فصل الصيف يتنقلوا لمنازل المرضى نتاعهم المسنين. دونك اذا كان يخرج يختار النهار المشمس، يشوف الميتيو، يعمل بلانيفيكاسيون نتاع السورتي نتاعو، ويتجنب الخروج في الفترات نتاع اليوم اللي تكون درجه الحراره طايحه برشا. ينجم يخرج الصباح والا صباح والا حتى الماضي ساعه ساعتين عكس الصيف، خاطر في الصيف حنا نقولوا ما تخرجش ما بين 10 ولا 4، في الشتاء العكس يخرج في الوقت هذاك وقت فما شويه شمس يحاول يخرج. بالنسبه للاكل المستمع سال على الاكل، قال احنا ناكلوا الجاري وكل بالطبيعه الجاري في الصيف راهو مهم برشا، مهم على خاطره يعاون في الشتاء يعاوننا على الحفاظ على درجة الحرارة، يعاون الإنسان المسن أنه ياخذ الكمية اللازمة نتاع السوائل نتاعو اللي هي نفكروا يلزمها تكون ما بين إترا ونص وزوز إترات في اليوم. الإنسان المسن يلزمنا ديما نقيموا الكمية نتاع المياه نتاعو، الدبوسة نتاعو وحده وإلا الكيس الماء نتاعو وحده باش نقيموا قداش خذا من ماء. ويلزمنا برشا يقول لك ما حبش يشرب، عطيته ما حبش شرب تشيشة، مثالش التشيشة هذيك باهية، أما كل نص ساعة نعاودوها بتكرار مستمر في 24 ساعة لين نخلطوا للكمية اللي حشتنا بها. فما الماء او بروبرمون دي وفما السوائل اللي تجينا من الماكله، هذيك علاش حاجه مهمه برشا. فما السوائل زاد هجر اللي تجينا من الاتزان اتسيتيرا مفيده برشا بالطبيعه، اما ديما هوني نقول بدون زياده سكر على خاطر السكر بالنسبه للمسن سكر برشا بالطبيعه، سورتو العباد المسنين اللي عندهم مرض السكري راهو غير منصوح به. دونك السوائل والاتزان وي يعطيونا اون بون هيدراتاسيون، يخرجوا السموم زاد كي يبدا الانسان المسن عنده فيروس غريب والا غيره يخليه يعرق يخليه يخرجوا
الفيروسات والسموم خليني نقول لك، اما بدون اضافه السكر. هذا هو اللي حبيت نقوله. نعرفش كان فما سؤال اخر. فما بالطبيعه الاكل زاده نجمو نختاروا الماكله اللي غنيه بالفيتامين سي. الفيتامين سي راهو يعاون يقوي المناعه في الشتاء، كيف كيف الزنك معروف يقوي المناعه. فما زاده لفيتامين دي هجر حاجه مهمه برشا اللي صحيبش نلقاها في الاكل نتاعنا. هذيك علاش الانسان المسن يزمو يتفقد بتحليل نتاع دم باش يعطيه الطبيب نتاعو يندرى هو ناقص شويه ولا ناقص برشا فيتامين دي. واذا طبيبه باش يلقاه ناقص باش يعطيه الجرعه نتاع الفيتامين دي اللي باش يشربها كيما نعطيوها للبيبيات الصغيرات باش نحافظوا على العظم نتاعنا ونحافظوا على الكسور نتاع العظم. فوالا يعطيك الصحه دكتوره الله يخليك. نمشيو للمنوبه معنا سهام. مرحبا بك سهام. عسلامه. مرحبا. عسلامه لله. مرحبا بك تفضل. عايشك. نحب نقول للدكتور انا عندي لمتي كبيره في العمر ومناعتها ضعيفه، دونك نحب نسالها شنو نعمل في التباهي والنزله الموسميه، معناها خاطر كل شيء تتعب هي وكل شنو نعملوا. قداش عمرها؟ قداش عمرها؟ هي عمرها 74. 74 سنة. علاش مناعتها طايحة؟ عندها أمراض مناعة؟ عندها هي عندها أمراض وعندها أمراض مزمنة، أما كل شيء مع في الجريب ديما معناها يطول معها الجريب فقط حتى بالشهر شهرين وهي معناها بدنها يوجع وعندها داووم وكل. باهي. دونك حبيت نسأل شنو نعملوا في التداوي معناها. تفضل دكتوره. اول حاجه يلزم انسان المسن تكون الامراض المزمنه نتاعو اكيليبريه هاجر، خاطر مهم برشا مراقبه الامراض المزمنه اللي هي تخلي الجسم نتاع الانسان المزمن الانسان المسن سامحني يكون عرضه اكثر للعدوى. دونك الامراض المزمنه اول حاجه يلزمها تكون متوازنه ومتعادله، معناتها هذه ننصحها اذا كان الامراض المزمنه اللي عندها ما هيش قاعده ترقب فيها يلزمها ترقب فيها اولا. ثاني حاجه كان سمعتنا بكري هي تعرف الريبونس، دونك التلقيح والتلقيح والتلقيح مع مازال بكري راهو نجم تلقح توا حتى في ديسمبر مازلنا حتى في جانفي مازلنا، دونك اللي ما لقحش يمشي يلقح. فما حاجه اخرى هجر ساعات احنا نقولوها اذا كان الانسان المسن اللي دايرين به في المنزل قراب برشا منه ساعات ننصحوا حتى اللي دايرين بالمسن انه هو في حد ذاتهم يلقحوا باش يحميوا المسن. معناتها التلقيح ماهوش يمكن هو يقول لك انا لاباس عليا سافا عمري 30 سنه ما عندي حتى مرض مزمن، اما احنا ننصحوا باش يلقح باش يحمي الانسان المسن. دونك اللي ننصحها بالطبيعه تلقح، اذا كان اللي عايشين معاها قراب منها برشا ولاهين بها وهي تخي ديبوندونت منها معناتها في الاكل في تغيير الثياب في كل شيء، فما انسان لاهي بها الانسان هذاك ماذا بيه يلقح وتشوف وتراقب الامراض المزمنه نتاعها. واذا كان فما انسان في العائله ولا اللي هي بها بطبيعه مريض كيف فتره المرض نتاعو يحاول ما يدخلش للغرفه نتاعو ويبعد عليه تماما. ويقول لي اذا دكتوره انت نصور تهطرني في الراي اللي جينيرالمون كيما حكينا من بكري يستهينوا برشا بالجريب ويعطيو شويه كدويات باش تو يلقف روحه تو الجمعه الاولى تو ثلاث ايام تو ماخي من الجريب ما راهي اسمها خمس ايام ست ايام وبعد تطويل تتعمق الحكايه وتقعد شهر وهي تكح ومريضه ترجع للطبيب حتى كان مشى مره ما عادش يرجع المره الثانيه. هو هذا اللي انا ديما نحب نقوله. انا نحب نقول اللي راهو كي تبدا حاجه خفيفه وتاخذ انت دواء تعطي في حراره مثلا مش مشكل، اما المشكله خصوصا عند المسنين القريب باش تهتك له البدن نتاعو وباش تخليه هو معناتها عنده قابليه باش يعمل سكون ابيل احنا سيغ انفيكسيون بكتيريال، معناتها جرثومه الفيروس نتاع القريب تزيد عليها جراثيم اخرى وبكتيريا اخرى. اذا كانت تزيدت بكتيريا اخرى هوني بالطبيعه الطبيب المباشر باش يكتب لك مضادات حيويه. المشكله انه برشا مرضى مسنين يعطيوهم المضادات الحيويه في الفتره الاولى واللي هي غير نافعه وبالعكس باش تزيد تطيح المناعه. دونك الفتره الاولى نتاع الجريب اذا كان الطبيب شخصنا المرض راه مش باش يصف للمسن هذاك مضادات حيويه على خاطر ماهيش باش تعاوننا بالعكس باش تزيد تهبط لنا في المناعه. دونك ماذا بينا اذا كان الانسان المسن عمل الجريب يباشر. والحاجه لامبورطون يا هاجر اللي ديما نقولها انا اذا كانك انت مشيت عملت كونسلتاسيون عند الميسان نتاعك واتصلت به يندراك بعد خمسة ايام ولا اربع ايام باش تكلموا باش تقولوا الانسان المسن اللي عندي ولا يكح ولا ما هو باش يعاود يشوفه هو باش يراقبه كامل فتره المرض نتاعو لين يتعافى ولين يولي لاباس عليه. دونك مهمه برشا العياده باش يعرف ليتا انيسيال باش ينجم يكمل المراقبه الطبيب المباشر. يعطيك الصحه دكتوره الله يخليك على توضيحات هذه الكل. احنا مازلنا مكملين مع بعضنا من تو
وحتيكش للأربعة نتاع العشية. موضوعنا اليوم هو تأثير أمراض الشتاء على المسنين، وحاضرة بحضنا الدكتورة مها بن معلم حشيشة، طبيبة متحصلة على كفاءة في طب الشيخوخة. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. رجعنا لكم جديد مكملين مع بعضنا من توا وحتيكش للأربعة نتاع العشية. تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف. موضوعنا اليوم هو تأثير أمراض الشتاء عند المسنين، وحاضرة بحضنا الدكتورة مها بن معلم حشيشة، طبيبة متحصلة على كفاءة في طب الشيخوخة. دونك مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. بلي جست نسلك سؤال دكتورة من بكري وتعدينا احنا، انت من بكري قلت لي فما برشا مسنين ما يحبوش ويخافوا شويه من الفاكسان تاع الجريب، هما ما يلقحوش جست ما خاطر خايفين من الفاكسان، يقول لك خاف له هو باش يجيب لي المرض، انا نبدا لاباس علي تجيني الجريب وحدها. وفما عباد توا سيغتو مع الفاكسان تاع الكورونا يقول لك انا ملقح الكورونا ما تجينيش جريب. دونك جست بربي يوضح لنا النقطتين هذوما، سيغتو على الفاكسان تاع الكورونا يقول لك انا ملقح الكورونا ما على الكورونا ما تجينيش الجريب. نبداو بالنقطه الثانيه، التلقيح نتاع الجريب راهو يحمينا ضد مرض الجريب وفيروس الجريب، والتلقيح ضد الكورونا يحمينا ضد فيروس الكورونا، لا عندهم حتى علاقه ببعضهم. ما فما حتى علاقه، معناتها لا ما يحميش لوتر ولوتر ما يحميش هذاك. باغ كونتر اذا كان خاطر جينا السؤال هذايا برشا هاجر، نجموش لا نعملوهم فرد نهار، بالطبيعه نجمو نعملوهم فرد نهار في زوز يدين مختلفين اليمين واليسار. داكوردو هذه الحاجه. باغ كونتر اذا كان ما عملناهمش فرد نهار وفرد وقت، ماذا بينا وقتها ناخذوا اون سيمين، علاش احنا نقولوا بالك التلقيح هذاك يعمل شويه اثار جانبيه، دونك ماذا بينا نعرفوا لي الفاكسان هذاك مش الفاكسان الاخر. به بالنسبه اللي كنت لابس عليا باش نمرض، علاش باش تمرض؟ التلقيح ما فيش الفيروس، راهو دو لا غريب. خليني نقول لك فيفون افيك توت سي كاباسيتي، نو راهو سي ان اكستري نتاع فيروس نتاع الغريب نتاع السنا اللي قاعد يدور نتاع عمناول. احنا توا اللي عندنا في تونس تيترا، دونك عندنا اربعه في وسطو دي اكستري نتاع لي فيروس اللي قاعدين يدوروا في تونس واللي موجودين. دونك هو راهو سي ان اكستري سكون ابل احنا طرف منه، باش الهدف منه انه الجسم نتاعنا يتعرف عليه ويحس وكانه فيروس الجريب تخلو. خليني نقول لك تقولش عليها محاكاه، معناتها تقولش عليه الجسم نتاعنا يتخيل اللي فيروس نتاع الجريب تخلو، الوغ احنا ما نعطيوهاش الفيروس الكل، باش نعطيوها جوست لا بارتي اللي تخلي الجهاز المناعه نتاعنا يخدم ويبدا يحضر روحه ويبدا يصنع في المضادات الحيويه لي زانتيكور، فوالا باش وقت يجي الفيروس حقيقه يكون بدنه متحضر وموجوده الكميه هذيك. دايور المراه الحبله من عرش هو مش موضوعنا احنا، موضوعنا المسنين، اما نجمو نقولوا لها المراه الحبله اللي تلقح ضد الجريب صغيرها كي تولد الرضيع يبدا محمي من الجريب في فتره الاولى نتاع 6 اشهر، ومع ذلك مش سبب باش يخلينا نبوسوا صغيرات. حديثي الولاده ممنوع البوس، بربي يعيشكم. فما البرونكيوليت، وتحيه لزميلتي عايده البرجي كل يوم تكتب على وسائل التواصل الاجتماعي، هي استاذه نتاع ريانيماسيون بيدياتريك. الحقيقه معناتها قد ما نقولوا شويه دونك ما نبوسوش صغيرات بالكل، اما مع ذلك المراه الحامل كي تلقح راهي تعدي الحمايه لصغيرها. علاش بعض من الناس يقول لك كي نفاكسن نحس بالجريب وتجيني؟ خاطر الفاكسان عند بعض الناس تنجم تعطي شويه علامات من الجريب خفيفه كيما الكورونا هاجر. الكورونا كلنا كي لقحنا فما ناس ما صار لهم حتى شيء، فما ناس تقلقوا، فما ناس يدهم وجعتهم، فما ناس كاريمون شدوا الفرش افيك دي كوباتور وسخانه اكسيتيرا. نفس الشيء بالنسبه للفاكسان تاع الجريب، هو الجسم باش يبدا يصنع باش يبدا يشتغل الجهاز المناعه، وهذاك يخليه باش كي يجيك الفيروس الحقيقي كاملا يبدا جسمك متحضر باش يدافع. راهو عمره ما الفاكسان يمرض بتاتا ينجم يعمل بعض علامات في مكان التلقيح، والا بعض علامات جينيرال اللي عاده تكون خفيفه وخفيفه جدا. اذا كان فما شكون يسمع فينا توا نجم يتبادر الى ذهنه السؤال هذا، يقول لك انا باين تحكيت لي على الفاكسان تاع الجريب، انا سيدي ما في باليش بالفاكسان تاع الجريب وديجا جربت، يقول لك اسكو نعاود نمشي نلقح انا الفاكسان تاع الجريب نتاعي والا لا؟ والا اذا كان جربت وصاي في اخر الجريب نتاعي والا بريت منها، اسكو نمشي نلقح والا لا؟ هو اول حاجه التلقيح نتاع الجريب يعطيك صحه في السؤال، واي تلقيح اخر اذا كان الانسان مريض وعنده ارتفاع في درجات الحراره سكون ابل احنا سيتون كونتر انديكاسيون ترانزيتوار، معناتها مانع، اما هو ظرفي لازمنا نفوتوا المرحله هذيك ونلقحهم بعد. ما نجمش نمشي نلقح انا الجريب وانا عندي سخانه وعندي اونجين ولا عندي برونشيت. باغ كونتر اذا كانت تقول لي انا جربت، انت شكون قال لك اللي هي جريب؟ الجريب باش نبداو متاكدين لازمنا نعملوا تحليل، لازمنا نعملوا بريليفمون نازوفرانجيا ونتاكدوا. وكما قلنا ما فماش كان فيروس نتاع الجريب يهجر، فما عده فيروسات تجي في الجهاز التنفسي العلوي والسفلي اللي هي تشبه للجريب، اما هي ماشي جريب. راهو كي خشم يجري شويه طري في السخانه راهي ماشي جريب. لا فري جريب راهو
انسان شدد الفرش بسخانه 39 بكحك قويه شيحه بسيالين خشم كبير برشا وانسان المسن تكون اكزاكتومون دونك وحتى كان انت عملت جريب وفاكسن راه ما فماش خطوره على خاطر انت كي تدخل جسمك ان فيروس الوغ كو لو فاكسان فيه كيما قلنا 4 اكسري دو 4 فيروس دونك باش تحميك خاطر توا في تونس راهو في الاعوام الاخيره ظهر اللي عندنا الانواع هذه الاربعه اللي قاعده تدور في تونس مختصين وزملائي ينجموا يفهموني دونك الفيروس دو لا غريب ا بزوز انواع والبي بزوز انواع دونك انت كي باش تمرض تمرضش بواحد منهم كي تعمل فاكسان في وسطهم الاربعه دونك باش تحمي روحك باش ما تعاودش تمرض. يعطيك الصحه دكتوره على التوضيح هذايا. معنا مدام ليلى. مرحبا بك مدام ليلى. الو السلام عليكم. مرحبا. مرحبا مدام. هذا شنو اللي انا حبيت باش نسالو على هذا؟ سامحني انت مدام اسمك هيلا؟ ليلى. ايه. ليلى ليلى مرحبا مدام ليلى تفضل. بارك الله فيكم اختي والله يرحم والديكم اللي فريما هذايا الناس اللي تستنى فيه باش احنا الموضوع هذا راه والناس الكل نجم نقول لك راهي تستنى فيه على المفهومين اللي فسرت لنا وفهمتنا كيفاش على كيفاش فهمتني فريما بارك الله فيكم يرحم والديك. جست ما حبيت نسال على خاطر انا حسيت بابا تعمل لي الفاكسان الاخرانيه حسيته كانه هو كان مريض بالفيروس مازال ما براش واحنا جينا الرونديفو نتاع الفاكسان هزيته وانا الفاكسان عملها انا جاته توا عنده حكه في جسمه كامل يحك فهمتني هزيناه للطبيب السبيشاليست نتاع يعني نتاع الجلديه مشينا للسبيكارات يعني عملنا اللي لازم يعطونا الشامبونيات يعطينا كذا ديما يحك ديما يحك لهذه الساعة ما حبتش يعني تو قديش عندنا ملي عملنا الفاكسان ولهذه الساعة ما بدش تمشي عليا كل حتى هذيك. هو سامحني لك ما يرقدش الليل. مدام ليلى شوف باش نحطوا الأمور في إطارها، هو شنو المرض اللي جاه والفاكسان كونتر شنو اللي عامله؟ الفاكسان إيه الفاكسان تاع الـ تاع الـ تاع الـ الفيروس هذا اللي تاع الجريب ولا تاع الكورونا؟ قل جه الموعد أنت. تاع كورونا تاع الكورونا. موعد تاع فيروس تاع الكورونا. أما فوالا الموعد تاع الكورونا. هو مريض باش مقرف ولا شنو؟ فوالا اي وقت اللي انت لا سامحني انت قلت هو كان مريض شويه وانت هزيت وجا الموعد نتاعو باش كان مريض وقت هو كان مريض بروده ما عرفتش اللي هو باك هي انا يعني زعما كورونا والا لا يجي اخر ما اجلنا لي الرونديفو هذاك ومن بعد زاد جا الرونديفو الثاني عاودوا لنا بالرونديفو الثاني ما نجمناش ناجلوه هزيناه عملنا الزقصه معناها هزيته هو مريض اي مش مريض مريض بما صح شويه مش لا. مريض كما قبل باهي امشي جابك الدكتور اي نفسي عايشك باهي هي ترجعنا للي حكينا فيه بكري هاجر كي قلنا كي انسان عنده بروده ولا عنده حراره ارتفاع في الحراره نتاعه ولا عنده اي مرض ايغو خليني نقول لك ما يلزموش يلقح اي تلقيح هي خايفه على خاطر قبل اكثر برشا الحديث اذا كان انسان عنده الكورونا ويمشي يلقح ضد فاكسان تاع الكورونا ينجم تجيه قويه ويموت ايتترا نو راهو اذا كان هو عنده بروده وحتى كان عنده غريب ومشى لقح الفاكسان تاع الكورونا شنو الخوف احنا منش نخافوا مش نخافوا خليني نقول لك احتياط اذا كان الفاكسان عمل شويه حراره ارتفاع في الحراره والا عمل شويه قلق يندرى انا كطبيب مباشر والا كعون صحه باش نقول هذه اثار الفاكسان ولا بيس نهارين ثلاثه باش تتعدى والا راهو مرض وراهو مريض ببرونشيت ولا بنموني ولا اونجين هذيك هو الخوف الخوف انه انسان كي يبدا مريض ويلقح اني ما عادش نعرف العلامات هذه ناتجه على التلقيح في حد ذاته والا على المرض اللي سبق التلقيح واللي هو مريض به ويخليني وقتها مانيش باش نعطيه الادويه اللي لازمة للمرض نتاعو تبقينا اذا كان الفتره طويله نهارين ثلاثه اربعه خاطر الاثار الجانبيه نتاع التلقيح ما تنجمش تفوت معناتها بريود كبيره ما تنجمش تقعد مثلا جمعه ولو اعراض النزله الموسميه زاد ما تقعدش برشا هي سؤالها على الحكه اللي عنده في جسمه مشيت عليها اتسيتيرا راهو نجم ناكد لها اللي الحكه ما عندهاش علاقه باللي فاكسان زوز اللي يعملهم راهو ينجم يكون اثار جانبيه نتاع ادويه ما نعرفش شو الامراض المزمنه اللي عنده الادويه اللي يخف فيها ينجم يكون عنده مشكله في الكبد ينجم يكون برشا حاجات ينجم يكون امراض نتاع الجلده فما بعض الجراثيم اللي تصيب الجلده دونك انا ننصحها تعاود ترجع للطبيب المباشر نتاع اختصاصي في الجلده ونتصور اللي
اكيد باش تلقى مع حل، فما ادويه تتعطى باش ينجم يرقد وينجم ما يحكش في الليل. وجوستومون الحكه بالنسبه للمسنين يجر ماهيش باهيه، على خاطر تعمل لنا شيح في الجلده، والشيح هذاك والحكه تخلي فما تشقق في الجلده، ويخلي نعرفوا احنا الجلده هي اللي تحمينا من دخول الجراثيم، دونك تولي ريسبتيف للجراثيم وتعمل سكون ابيل الحمراء في الساقين البوذبيح اتسيتيرا، دونك يلزمها ترجع للطبيب المباشر ونتصور توي يعطيها الدواء اللازم. باهي يعطيك الصحه دكتور، احنا وصلنا براتيكمون لاخر ليميسيون نتاعنا، جست خليك كلمه الختام. يعيشك، انا ساعه نحب ناكد اول حاجه على لوتو ميديكاسيون اي لو دونجي نتاعها، يهاجر حاجه مهمه برشا خصوصا في الجريب، ما نقولوش جريب ولا باس، حتى كانك انت صغير وكهل وعملت هكا روحك وسمحت لنفسك انك تاخذ جوست ادويه نتاع ارتفاع درجه الحراره، بالنسبه للمسنين لا، راهي سخانه تنجم تكون علامه من علامات الامراض السرطانيه الله لا يقدر. معناتها جوست باش نختم انه الحراره تنجم تكون معناتها ان سيني دو كونسير الله لا يقدر. حبيت نختم باش نترحم على زميلي زميلي وصديقي وجاري الدكتور منصف الفقي احمد اللي توفى في الليله الفاصله ما بين يوم الجمعه ويوم السبت اثر حادث مروري في تونس العاصمه. نترحم عليه ونعزي عائلته الكل، والحق الحق نحب نداء للسلطات على هالحوادث نتاع الطرقات اللي قاعده تصفر باعمار شباب من خيره تونس. هذه طبيب اسنان من خيره الشباب في تونس، اللي حادث مرور الحقيقه اليم جدا اليم جدا، وان شاء الله يا ربي نتخذوا تدابير لازمه باش كيما هكا ما تعاودش تصير، وكهو نعاود نعزي العائله ونعزي نفسي على خاطر انسان كان عزيز علينا برشا. الله يرحمه ان شاء الله ربي يصبر عائلته. يعطيك الصحه دكتوره، بارك الله فيك. كنت معكم هجر الحنيشي، باي باي في الأمانة. ألو إي إف إم سبيس.